سيبي، عايزين اعرف منك بقى توقعات الابراج الفتره دي. بس انت كنت عايزه تقولي حاجه عن برج الجدي. كنت عايزه اقول على برج الجدي، يبعد عن كل الابراج المائيه، يعني يبعد عن ده طب يعني واحده واحده اللي مرتبط ببرج واحده مائي يعمل واحده ايه؟ واحده. برج الجدي ترابي. ممكن اكمل كلام؟ اسبيع اسبيع دي غصب. هي تسمع الابراج المائيه بتتوتر. قوي قوي. برج الجدي لو راجل بيعرف ست ابراج مائيه، لا مش هيكمل. اوكي، وخصوصا كمان الابراج المائيه، الابراج المائيه والابراج الناريه اللي في الشهر المائي. يعني مثلا عندك الحمل مثلا بيبتدي في 3. اوكي، شهر 3 كله لا، وشهر 7 كله لا، وشهر بتاع دوت 11 كله لا. اوكي، ست الجدي تبعد عن الابراج المائيه. اوكي، اللي هو راجل الحوت شهر 3 كله ده تبعد عنه، تمام، سواء حتى لو هو اخر الحوت اللي هو لو في حمل. اوكي، تبعد عن شهر السرطان ده كله، حتى لو اخر 7 اللي هو واخد اسد. اوكي، تبعد عن العقرب كله، حتى لو اخر العقرب اللي هو القوس. يعني الابراج، برج الجدي كله سواء ست او راجل يبعدوا عن الابراج المائيه او الشهور المائيه اللي هي 3 كله، 3 و7 و11، لان اي علاقه هيخشوا فيها مش هتكمل ويحصل فيها مشاكل، او بمعنى اصح من الاخر يعني ادامهم فقر على بعض، يرجعوا بعض طاقه سلبيه، يرجعوا بعض يبقى في مشاكل. يعني ممكن تبقى ست الجدي تعرف حد من الثلاث ابراج دول يحصل لها مشاكل، حد يتوفى، مرض، مش عارفه ايه، مش هتبقى عارفه ايه السبب. هيبقى ادم ده على ده، بس هي ما تعرفش. اوكي، فتبعد عن كل الابراج المائيه. بالظبط.